احمد تعليقك على هذا في ثلاث انواع من البقالات مم. في البقالات المتنقله واللي هي تاخذ ترخيص من البلديه ومن المرور حلو بان هذه البقاله لازم تبعد بمسافه 200 متر عن الشارع الرئيسي ويحدد لها الموقع وشرط كذلك ان صاحب البقاله يكون كويتي مرخص حق ناس متقاعدين حق ناس معاقين حق ناس ذو احتياجات خاصه اللي يحتاجون اللي يحتاجون لهذا الشيء والشخص اللي يشتغل لازم يكون على نفس الكفاله يعني صاحب السياره هو يكون يكفل هذا الشخص يعطونه اياه ماده 20 حتى يعمل في البقاله هذا غير واقع هذا صراحه غير حاصل كل اللي قاعد نفتش عليهم اولا متجاوزين يعني اللي يبيع شراغي ويبيع غيره كل امر زائد ان احنا صايدين اصلا حتى بعض البقالات فيهم للاسف يعني يعني يبيعون خمور صايدينهم احنا صايدين كل شيء بكشوف لنا صراحه نادر جدا ما تلقى واحد مثل البقالات اللي على خط شب مثل البقالات اللي موجودة على خط العبدلي مثل البقالات اللي موجودة على خط السالمي على خط الوفرة هذول كلهم مراقبين لنا هن نراقبهم وندقق عليهم وتمرون كل فترة أبو لازم إذا اكتشفت له مخالف على طول ناخذه ما نخليه إذا ما كان على إقامة صاحب المركبة يعني هذا مخالف لقانون العمل والإقامة العمل يعني مادة 18 والإقامة هي مادة 20 يعني معناته ان هذا الشخص على كفالتك انت وقاعد يشتغل في البقالة